جينا 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 الليلة نحنا جينا 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 الليلة نحنا جينا 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 الليلة نحنا جينا جينا جينا. كان فايد لي خدارك وكان فتحت بابك تلقانا في الشوارع الحلة والمزارع في أي مكان نقابلك ونحكي عن مشاكلك في أي مكان نقابلك ونحكي عن مشاكلك غرية والمدينة في مدني أو في حلفة في بورسودان وشندي كادقلي والأبيض نيالة والجنينة وعطبر الحنينة الليلة نحن جينا 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 الليلة نحن جينا 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 الليلة نحن جينا جينا جينا. قناة الشروق ترحب بكم برنامج مسرح في الهواء عايزين لكم تشاركونا فيه إذا حسيتوا في أي لحظة ممكن تخشوا معانا في التمثيلية والعمل اللي حنقدمه مرحب بكم إذا بعد ما التمثيلية انتهت وبعد ذاك تقول دارين تقولوا وجهة نظركم في الموضوع برضو مرحب بكم حبابكم أخونا إبراهيم خضر كوميك وأختنا سامية عبد الله بنت العرب وأخوكم محمد المهدي الفادني والأستاذة الغديرة الممثلة الرائعة فايزة عمسير. كيف يما أصبحتي؟ أصبحت بالخير يا ولدي. تمام؟ الحمد لله إلا شوي عيانة كدي. والله ربنا يديك العافية إن شاء الله. الله يبارك فيك يا ولدي. محتاج أي حاجة عشان أنا دار أمرك؟ الحمد لله ما أنا محتاج بس خلي لي الموية دي جنبك أنا عطشت نشرب. حاضر. يا ولد بكلمه ووصيه عليك. سامح أبوك. وقول له يا أنا حبوب تديك أنا دار أي حاجة تمشي تودوها لها سريع. كتر خيرك يا ولدي ما قصرت فيني ما يقصرن أيامك إن شاء الله. ما واجب يا حجة ده واجبنا. أي والله قايم بواجبك سامح والله. الله يكرمك إحنا بس دارين عفوك ودارين رضاك ودارين راحتك. عافية. منك ورضيانة عليك يا ولدي عافية منك عافية منك تسلمي من كل بل إن شاء الله الله يبارك فيك يا ولدي. أها فكرت في الموضوع اللي قلت لك عشان أنا داير أسافر وبعد لي يعني أيام كثير احتمال شهر احتمال يوم أخذ لي شهر ونص 45 يوم عشان ناس الشغل مصرين قالوا أنا لازم أمشي البعثة دي ولازم أمشي المأمورية دي أمشي يا ولدي وأنا والله بصراحة ما داير أخليك وراي تتعذبي وما تلقى لك حتة تقعدي فيها ولا أولاد ديل أنا ما واثق فيهم عاد نصبحنا ولدي فكرتي تشوفي ولدك ولا بنتك والله بنتي دي ما يها بنتي وجناية ما بتقصر فيني بحاجة نعم لكن يا ولدي كان جيت من نصيحة راجي لك كعب كعب كعوبيتا راجي لك كعب كعب بس شفته يعني كلمونا جولة حساسة من اجي داخل البيت شي قنتي وشي حضران وشي كدي شنو كدي شان كدي ما برضى مش اقعد معاها يومين وثلاثة ممكن امشي اقعد معاها يوم كده ساعات واجي راجعه ما باها لكن وهي ما بتابعني الا راجله كعب 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 راجله يا ام راجله السواد والرمال لا ويحمل لك عديل يا ام يحمل لك انت اي والله يحمل لي عديل راجله كعب ما بدور الناس هل بودينا ولا دي شنو انا غني بتلطش عنده هناك ما بقدر هاي نحن بنعرف انه البيت دائما بتكون هي مع امها وكذا بالحيل ما زي الولد ما يعني بيعني كان بتريحك اكثر كان ما امه ما بسوي كذي بس وما الا عشان دي ما امه انت ما امه بالحيل وما بدور اخرب بيت بيتي امي ساكت كذا ابراهيم ده والله الله يديه العافيه ويطول عمره والله ما مقصر مني رغم مشاغله وحاول يعني في عيشة وليدات وكل لكن مرت وريت يا يما مرت السواد حتى هي والرماد المرة كعب كعوبي كمامش الموية دي تتجه لي الصينية اللي تلغدى تتجه لي الشاهي والقهوة بتديني لي مسيحة ولدي تجيب لي شنو قال التمر اشرب الشاهي والقهوة انا عندي شنو للتمر التمر انا عندي شنو يا ولدي عندي شنو للتمر يا ولدي كعبة والله يا غايتها يا يما ربنا يسامحها بس غايتها ايوه تشيل في الولادات وتخبط وتضرب لوت تنفشى في الاولاد تنفشى ما بتدورني كله لكن ابراهيم ريت ابراهيم السرور ولدي ما مقصر مني بحاجه والله حق الزول يكلمه هو كان عارفها
لا 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 عاملك كده والله دقيقة ما تقعد معاك. لا يا ولدي أنا ما بدور خراب على البيوت، أخرب بيت ولدي وأخرب بيت بنتي، لا حاشا لا حاشا ولدي. أوعى يكون بتخوفه. أظنها بتخوفه، ما بعرف حد كان بيني ما بينهم هم براونا الاثنين، ما بعرف أظنها بتخاف مني إلا قدامي كده ما في. لكن مرة تنجينا بوقع أبدا حول ولا قوة إلا بالله، كل حاجة نهيري ونهيري. أنا عرفت أتحمل ليك زي والله ريت لو كان حملت تتج لي الحاجة تب قالك للفتون الموية دي، قلت دايرة موية 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 أنبح أنبح بعد مسافة والله سمع ضامي دي تفتح الماسورة كده تفتح تجيب لي الموية من الماسورة. تجيب لك الموية الحارة؟ أي والله الموية دي حقتها هي؟ حقت ولدي كده؟ حقت ولدي وتلج ولدي وتلاجة ولدي الكهرباء والموية والبيت وكل والله ده حق ولدي. لكن يا كافي البلد حايدة المحل، مرة كعبا مرة جنبا، وانا ما بدور اخرب بيت ولد ابراهيم. عليك النبي شوف العزة، العزة اللي جاته المرة دي العزة كله براها بس، براها بس براها بتضايق من نضيق شديد خلاص. والله يا يما آية. والله يا يما اسمع الحليفة دي انا كان عندي قروش زي قروش ابراهيم ولدك، ان شاء الله ربنا يزيد وما اخوي ان شاء الله ربنا يزيد والله ما بيقصر معي ربنا يزيد. لكن والله انا كان عندي قروش زيه والله اول حاجة اوديك الحج ما قصرت مني، وثم ثانيا اوديك الدكتور الغالي محقق له قروش الغالي عشان عالجك علاج تمام كتر خيرك. وكان عندي كلامك يا ولدي كتر خيرك ما قصرت. عندك سكري انت يا يما؟ احمد الله ما عندك؟ ما عندي سكري ولا عندي ضغيط ولا عندي اي حاجة. وطيب المره دي وكنت انت ما عندك سكري تديك الشاي مسكر في وسكر راق في البيت تجيب لي التمر وتقول لي هاكو. واه يا عدم الزوج ده بس قسموه شالته هي كلها. اي والله اي والله يا ولدي ما بدور خرب انا البيوت، ما انا ما خربت بيوت اولادي. بنتك عرفناها تحق راجلها انت حساسه، لكن ولدك ده المفروض ده مو عارف شيء، كان عارف ما بخليها وانا ما بدور اكلم واخرب البيت. هسه انا هسه مرتي تقول لك تحمل ليك ولا اسمعك كلام ولا حاجه؟ لا لا ولا ان شاء الله اتفضلي اتفضلي. هذا الدنا ما بدور خراب البيوت ده انا ماني دايره يا ولدي. لا وزول ما دار امي انا يدورني انا ما عليك يا ولدي سايرين النسوان اصيلين بقن كده ده ما بدور انا النسابه طوالي مع النسابهن في شكل خلاص زي ما انت غايتو بديت تفكري لحد ما انا امشي وجهي هذا حل يديني ولا وديك وديك الوضع بغاد احسن لك بتريحك شويه. خلاص قوم راح اقوم راح كاكا راح ولدي راح كا راح كا بارك الله فيك يا ولدي وجزاك الف خير. راح كيف راح كيف يا غاد راح كا الجماعه ما وصلوا لحد الان. أنا أفتكر يا سيد يا غالي أنا جمعتكم هنا ليه؟ وين البقية؟ يا ناس صلاح أنا وجهت الدعوة لكمية من الناس ومن المفترض يعني تعالي تهنا بجاي تعال أقول لكم حاجة. فكرة وجود دار للمسنين فكرة هي جد يعني مخيفة ومرعبة وفي نفس الوقت مهمة جدا. يعني أنا بقول إنه أي مسن من المفترض إنه طالما هو أعطى وطالما إنه هو قام بواجبه كاملا وقدر استطاع إنه يبني بيت ويسكن أسرة ويقعدوا فيها الأسرة ويتربوا أحسن تربية ويتعلموا أحسن تعليم لابد أن يراعى، لابد أن يراعى لأنه هو عماد الأسرة. عماد الأسرة وقف من أجلها طيلة هذه الفترة ومن هذا المنبر نحن لازم نقيف وننشر كل اللي بيحصل للمسنين نشوف حالهم كيف. انت شفت حالهم في المصحة؟ حالهم يرسل مشاكل كثيرة جدا ومشاكل محزنة جدا. نحن يا اخواننا لازم نقيف اي شيء محتاجين له نقيف معاهم اوكي. بعدك انا تحديدا واقف قدامكم وما بيجيكم اي عوية طالما انه انا واقف قدامكم. والمسن لابد من ان يلقى حقه ويلقى حقه كاملا لانه جد مظلوم. نحن لازم نقيف معاه ونقيف معاه بشدة ونقف معه بحماس. ايوه
المسن محتاج لنا في الفترة دي، محتاج لنا إننا نراعيه. أيوة، فأشكركم جدا وأشكر حضوركم الأنيق الذي شرفنا. ونحن عندنا اجتماع ثاني يوم الأربعاء إن شاء الله، يوم الأربعاء إن شاء الله حنجيكم، حنجتمع بنفس الحتة دي وفي نفس الزمن ده، تجونا وأنتوا في رأسكم مستعدين للمساعدة. سامعين ولا ما سامعين؟ تمام تمام. شكرا لكم، شكرا لكم، شكرا لكم كثير، شكرا شكرا. واتمنى من انه اي زول نفسه دايرة انه تشترك معانا مرحب به، اهلا به والله، احنا مستعدين تماما، لازم احنا نقيف مع المسن. المثقف اللي بتتكلم مع الناس وتوعي في الناس، امك وين؟ اخوك مسافر، امك ما عارفه تقعد وين؟ تتكلم انت عن العجزه والمسنين؟ انت بتعرف شنو العجزه والمسنين؟ طيب ما تقعد معاك انت؟ تقعد معايا انا؟ هاي؟ انا خلاص بقاعده معاي، انا الراجل خلاص خليته، جبت شنطتي وداير اقعد معاك انت ومعاي امي، انت المقتدر بالله. انت... عشان تجيني مطلقه؟ عشان تجيني مطلقه؟ والله يا الفضل انت عارف انا داير اطلق عشان شنو؟ امي تعبد عشاننا. انت عارف ابوك مات 200؟ انت ما عارف ابوك لما مات كان عمرك سنه وانا عمري 3 سنة، ومحمد عمره 5 سنة. امي جوا الرجال دي كلهم ابتهم، قالت انا بربي اولادي، انا ما بخلي اولادي. يعني هسه يا سامي يا خططك دي ما واضحه جدا، يعني دار تطلق الراجل عشان يطردك من البيت عشان تيجي تسكني معانا في البيت الكبير، صح الكلام ده ولا ما صح؟ انا ما مستعد، ما مستعد اقبلكم انتوا في بيتنا الكبير صراحه، وخططك دي ومفاهيمك دي امشي اعمليها في حتات ثانيه بتاعت اقول لك حاجه، قولي لي. انا مع امي لو في الشارع، في الشارع انا بقعد مع امي، انا ما بخلي امي، امي مره كبيره ومحتاجه لي انا بنتها. تعالي عليك الله، تعالي. كان عندكم كبيره بتجدعية عشان الراجل؟ ما عشان الراجل، الوالد اجينا تحت اقدام الامهات والام فوق كل شيء، اهم حاجه امي، وبرضو انا بسمع كلام زوجي. تسمع كلام زوجي؟ نعم اسمع كلام. كان قال لك ما داير امك؟ لا انا ما دايره، دور بي شنو؟ شفتها؟ شفتها؟ أجيك جيتك ليه؟ ليه شنو؟ ليه ما أقف مع أمي وصاد أمي؟ يا بنت الناس، لازم يا بنت الناس. نعم. ابتسام مرتي ما بتدورة، ابتسام مرتي ما بتدورة. ما بتدورة؟ أي ما بتدور أمي، أنا بدور كيف؟ ما مرتي وما أولادي. تعالي تعالي كلمي خلاص، تعالي. ابتسام ما بتدورة، ابتسام ما بتدورة يا أخوانا، كلمتك وقلت لك ابتسام ما بتدورة. أنا دايرة أقول لك ابتسام ما بتدورة. ابتسام شنو؟ ابتسام ما مرة تجيب 10 نسوان زيها ابتسام، يجيب 10 نسوان زيها. والاولاد ديل اللي بيربيهم منو؟ ها؟ الاولاد ديل اللي بيربيهم منو؟ وامك، امك توديها دار العجزه؟ نوديها دار العجزه ولا نعمل لها شنو يعني امك؟ يعني شنو فيها؟ شنو كان وديتيها دار العجزه؟ وقع علي وفضيحتي وفضيحتي وفضيحتي. انت حسيت انت عملي؟ طيب دار العجزه دي عملوها لها شنو؟ الناس اللي ما عندهم اولاد عملوها للناس اللي ما عندهم. يدفع حق الايجار؟ امشي اشوف لي شقه ولا اشوف لي مصيبه زمان عشان اجر اجر لي بيت بمبلغ وقدره وكلها مرتبي كمو؟ ما هذا ما حي في الاولاد، ما حي حلين يا ابراهيم. أه. يا تمسكني انا واولادي وامي كويس، يا اشوف لك سرفه مع مرتك دي. ما تخطيني في حته ضيقه. اخدتك. ما تخطيني في حته ضيقه. اخدتك يا ابراهيم. امسكيها انت. أنا بمسكها. هاي أجر لي بيت. يلا خلاص أجر لي بيت. ما بأجر لك بيت، أنا ما بأجر لك بيت. نتساوم نتساوم نتفق نتفق. أنا كل شهر بجي بديك 200 جنيه. قصرت معاك 200؟ 200 دي لبن، لبن ما بتسقوا أمي يا جماعة. 200 بتعمل شنو يا جماعة؟ 200 بتعمل حاجة؟ دايرة تخشني خلاص. زدت عليك 25 تاني، قصرت معاك؟ لا لا لا، زدت عليك 25. لا يا برادر، عليك الله على المرة دي، على المرة دي عليك الله. زدت عليها 225. 225 قالت لا. ها؟ شنو؟ ها؟ يا زول هاي انا ما بسيب لها البيت الكبير.
تعال تعال هنا اقسم لها البيت الكبير شنو. تعال هنا اقسم البيت الكبير. ها اقسم البيت الكبير النص. اقسم هي امها في نص واقعد انت في نص. ايوه اهي ده الكلام. انت ما انت الله ما انت ما مرضى تاجر صح؟ ما مرضى تاجر. اقسم البيت هي امها تقعد في نص انت تقعد في نص. البيت 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 اقسمه النص. ما نص البيت الثاني ده انا دار اجره دار اجره. انا الديون حق الايجار. الديون حق الايجار. حق الايجار ليش شنو؟ الديون حق الايجار يا زول. هو انت 200 جنيه بتسوي لهم شنو؟ بعدين انت تدخلك فيه 200 جنيه ذات اياك. كلامه صح. كلام منو صح؟ كلام الله. تعال 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 اطلق المره انا؟ هاي طلقها اولادي. اولادي انا وانا منو؟ الله قاعد بدي كلام. قاعد بدي له اولادكم ما بتربيون. قاعدين واحد قاعدين. ايوه ربيون انا. امي بقت مره كبيره يا اخي. بقت مره كبيره. تعال يا ابراهيم تعال. تعال يا ابراهيم تعال. ابراهيم ابراهيم شنو؟ مستطيع مستطيع فعلا 250 225 مستطيع لاولادي 25 ما بتعمل لها حاجه. قال لك 225 ضربه لي ضربه لي ضربه لي طيب ضربه لي ضربه لي 25 هزار ما بتجيبوا لها. شفت الكلام؟ اللحمه بكم؟ ما حقك تأجره؟ ما ممكن يا اخي. ما ممكن انت خليك زول عندك انسانيه وانت دخلك شنو؟ زول بتفهم انت دخلك زول قدر قدر يعني تحترم امك وتحترم اختك. كلام زي ده ما بيجي. ما بيجي تعال يا اخوي تعال تعال داير اقول لك كلام. امشي 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 تعال تعال داير اقول لك كلام. الزول ده قال بديني 225 ال 225 دي بتعمل شنو؟ ما بتعمل لك اي شيء. مسؤول من امه ولا ما مسؤول منها؟ مسؤول من امه. مسؤول منها مسؤول من امه صح ولا ما صح؟ مسؤول من امه. كلمه وعيه الراجل ده. اي انت مسؤول من امك. عين تصرف على امك. انا الصالون ده الصالون ده ما عنده اي علاقه بالبيت. الصالون ما عنده الصالون ما عنده علاقه بالبيت. الصالون ده ما عنده علاقه بالبيت. تقسم البيت في اجتماعاتي بس. تقسم البيت ما بقسم البيت ما بقسم البيت ما بقسم البيت ما بقسم البيت. ده حقه. حقه شنو حقه؟ حقه تديها حقه. ما بديها تديها حقه. ده بيت لو دي امي وده انا حقر فيها. اقول لك حاجه. اي اقول لك حاجه. والله يا ابراهيم والله يا ابراهيم ما تعمل اللي بقول لك عليه. اسوق امي وامشي المحكمه. انت تتحلف علي كده ليه؟ اي اسوق تتحلف علي كده ليه؟ تتحلف عليك. قال يا ديما يعني عشان اكبر مني. قال يا ديما اتصلت. اصل والله يا ديما اتصلت. مدة والله يا ديما اتصلت. الراجل مدة احسن لك يا ساميه. ما احسن لك. احسن لك. ما احسن لك. تمشي تمسك امك وتقعدي في بيتك. اقعد في والله امشي اتطلقي. ماشي اتطلق. امشي امشي اتطلقي. ماشي اتطلق. امشي اتطلقي. ماشي اتطلق. امشي اتطلقي. ازمة ازمة. ما تعرفش تتفق ولا اسمعك كله كله. ما بعرف. حسن طلق. انت ما تطلق. انت لما تطلق مرتك كده تطلق ليه؟ انا اولادي صغار لسه. اولاد صغار. اولاد صغار. اولادك بار شويه. اولاد صغار. اولادك بار شويه. اولاد صغار. اذا هذا اولاد صغار هي حلال عليها الطلاق وحرام عليك انت يا زول. دار العجزه بس طلق. دار العجزه. دار العجزه. انا ودي ودي الحاجه دار العجزه. انا سايقاك مرتك يا اخوي. ها سايقاك مرتك. امي يمين بدا يمين. يا زول ما اتكلم كويس. ده ما كلام كويس. اتكلم كويس. اذا كان انت بتضر امك وبتضر اختك وقلبك تمسك امك ما سايقاك مرتك. قال لك على البحر بتقع. خلاص وطي صوتك. وطي صوتي ليه؟ دي مع الحقيقه. ايه اللي سايقاك مرتك وسايقاك؟ اقسم لهم البيت بيت. الناس دي قالوا لك ادفع لهم مليون في الشهر بيت. سؤالك ما اكثر من كده ثاني. انا لو الحاجه دي كبرت وديها يا اخي وديها خلاص البلد. وديها البلد؟ اي البلد هناك ما عندها زول. ما عندها ما عندها جميع ما عندها جميع الحبوبات عندها البنات عندها الشفان عندها خرفان. ها تمشي هناك البلد. لو ما عندها اهل في البلد تعمل شنو؟ لو ما عندها هذا الاولاد هذا اقرب حاجه اولادها ولدين دير اولادها. ما عندها انت شايف ما انت شايف الولد كيف؟ والله انا لو في محله ما اطلق انا مرتي يطلقوا المره. هذيك بنت وهذا راجل. اي يطلق وهذا وساطه يطلق. ايوه هاي كلام صح. يعني انت شايف انه يا يودوها البلد يا ابوه يطلق يطلق المره. ما هذيك بنت يا اخي. ديك بيت ما بتقدر. المرة كيف يعني؟ أطلق المرة. ديك بيت. ها؟ ديك بيت يعني تمشي. أنا أطلق براتي وأجدع أولادي. ها؟ أي. عشان أقعد معي أمي. أيوة. وين؟ أنت يا غير أنت يا أخلو يا أخي تشوفه لو. وما مديت. أنا أنت زاد جيت الدنيا. المرة ما يطلقها. يعدل بيناتهم الاثنين. لأن هذه مرة كبيرة. نعم. في الأول والآخر تقول ليك أنت. ما أمه. هاي أمه. نعم. وديها وين ثاني كم بقت كبيرة. نعم. هاي يجدع الشارع. نعم. هاي يحل بياناتنا الاثنين يعدل بياناتنا الاثنين. تقول لها المرة دي ذاتها النابية اللوم دي هي بعد شوية حتكبر أولاد غير. أيوة. لو عملوا فيها كده هي طبعا. أيوة. أي وكان ما عدل بيانات ما فايدة حياته ذاتهم من أي فايدة. صح. دار المسنين دي جديدة على المعلم. معلش الزول ما عنده أهل. نعم. ممكن يودوه دار المسنين لكن زول عنده أولاد
والله انا بعتبره الولد ابن عاق. نعم اعتبره ابن عاق. الحاجه الثانيه اذا الزوجه ما احترمت امي دي اسوي بها شنو؟ نعم الحاجه يعني الليله انت الزوجه ممكن تجيب غيرها. نعم. لكن امك دي حتجيب غيرها؟ لا فيعني ده 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 ده, ده العيب الكبير يعني. نعم. احنا المفروض يعني الوالدين ديل يا اخي ارجلنا تحت اقدامهم. نعم. والناس دي ربونا وبقونا الرجال وفي الاخر نجي نتذكر لهم يعني دي عيب في حقنا والله عيب بالشكل ده. ودي الحاجه المؤسفه يعني مؤسفه حقا يعني. في الفتره الاخيره بدا ينتشر فكر انه دار للمسنين وبيته للعجزه وكذا. طبعا انا اؤيد الفكره لكن ينبغي يكون هذا البيت هنا في القلب. لماذا؟ لان هذه المسنه وهذا المسن هما ابي واباك. نعم. امي وامك. نعم. وهما لطالما ربيا حتى كبرنا. نعم. وسهر الليالي. نعم. في سبيل ان نصير الرجال. نعم. وهذا الكلام صار دخيل على علينا نحن. نعم. ابناء السودان. نعم. يعني لو زول اولاده وبناته اقصد يعني الام بناته اولاده حيين برضه ودوها دار العجزه ولا احسن تقعد معاهم؟ دار العجزه ينبغي ان تكون في القلب. تفهم؟ يعني خطهم في قلبه في القلب. نعم. انا ليست مع فكره ان يكون هناك دار العجزه والمسنين. نعم. هذا الكلام صراحه فارق. نعم. وهو من العقوق. نعم. جيد. لا وفي نظري ما بودي زول يعني ما الزول بودي امه وابوه الدار دي المسنين الا يكون صراحه هو انسان منتكس الفطره. نعم. نعم. جيد. لانه يعني الفيدباك او التغذيه الراجعه يعني هم قدموا خليك من عواطف انه ام وابو يا اخي انت رد الجميل. نعم. جيد يعني. نعم. ابسط شيء انه ما يمرقوا من البيت. نعم. يا نعم. هاي ما قلت لها شنو؟ قلت لك لا لا يا ولدي. هاي لكن حاجة الزراعة دي أنا ما فترنا منها. لا لا نمشي نشوف لنا شغلة ثانية. لا لا ما في شغلة تنسمح غير الزراعة ولدي. والله كان في كان سمعت كلامي؟ أول حاجة الحواشة دي نبيعها. لا 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 أنا بقد ما بتجيب حاجة. لا لا أنا ما بهديك. منو قال لك الحواشة ما بتجيبها ولدي؟ حاضر اسم الله. أنا ما فكرتها. ما عندك ما أنا ما عندي خطة. أنا كديت أسمعي خطتي. أه. أسمعي خطتي. أه. كان عجبتك خلاص. كان ما عجبتك أيوة ما يدعي البحر. شنو؟ نزرع وما في قروش عشان نتعالج بها. عليك الله دي شغلة شنو دي؟ قال لك من يا ولدي ما في قروش. الزراعة سمح الواطح ذهب ذهب الواطح ما تفكها مني. ده كان زمان. هسي برضه في الصبر. هسي تزرع يا ياب القمح الفي. أه. العدسية الفي. أه. ما بتزرع ما تستعجلي ساي. لا حاشا ما انت ما والله انت ما عاطفيها خلاص كذا ما تستعجلي. انا مع الواطه دي بس كذا صبري. الواطه دي ما تستعجلي. انا لو نسلل لنا وطا نحن الحواشي دي كان بعناها بدنا ناس ما بجيب لنا حاجه. لا 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 يجيب لنا قريشات بسيطة. نمشي العاصمة. دايرة المدينة. نمشي المدينة. الناس الفاتوا من الريف كلهم وخلوا واطاتهم وخلوا زراعاتهم. جو المدينة شلقوا اخواننا شلقوا. المدينة فوق شنو؟ هاي المدينة ما استكيش فوق المدينة. المدينة كيف فوق ما فوق حاجة ابدا ما لقوا اي حاجة. الرغيف وفوق اي حاجة. حاطط طارق الرحيم الرغيف في بلدك فيه. اللبن في بلدك فيه. البقر فيه. الضان فيه. الغنم فيه. الما في فيها. ياكل وين؟ ما في حاجة لكن. لا بلاك قلت الرحمن في قلبك دي ما تبيع واطاتك ابدا ما بهديك. انا لكن هاسع كم سنه احنا قاعدين نزرع وين القروش اللي جبناها؟ نزرع مال وبتجي. هسه احنا كم ما عندنا قروش قديمه وقاعدين ناكل من سنه من عيون هسه كان عايشين لحد يوم الليله. بتجي يا ولدي وبتزرع لكن ما بهديك انا على البحر. زرع عشان ما بهديك الحكومه عليها. كلها تجد كيف لك صف كلها الحكومه تجد كيف لك صف كذي. لا حاشا على جيب 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 جبايه برضه بتديس. لا حاشا لا حاشا انا ما بحاجة. لا انا اشتغل ساي يعني اشتغل في الهواء ساي يا امه. لا لا ما لك تشتغل في الهواء ساي. قدر اللي بتملك لك الربع بالحكومه الباقي عندك. الحكومه بالشيء كله؟ ايوه بتكيله. هسه السنه اللي فاتت ما شالته كله؟ ما بدي ليها. انا على شكل الحكومه انا بقدر عليه الحكومه كمان اقول لها لا؟ الا واحد احسن حق جيب الا واحد. وديك بدي الحكومه حقها. هلا اخي ما زراعه ما بتجيب كثير. لا لا بتجيب حبه كذا تفكر يا امه. لا لا انا ما ما بعصي عليك الله. خاني دي غنوعه كيف؟ ما بعرف. زراعة دي بقت ما فيها قروش. اصلي ما بهديك. كلام صح شنو زراعة ما فيها قروش. لا حاشا حاشا. ما زراعة ما فيها قروش. الذهب هاي مش الذهب انا بقدر امشي الذهب. اي لا حاشا ذهب في الزراعة دي. تزرع زي ما داير في المحاصيل وصمد يا يابا مخدرك. البقي كله يعرف يشيل وكيل ويفوت. مالك يا يابا. زراعة دي. ها عاصمة فوق. زراعة دي زراعة دي. فيها العاصمة عاصمة فوق شنو؟ فيها لحاشا ما يبيع الباطل يبيع الباطل شنو؟
ها هسه انت لقيت العاصمه لقيت شنو؟ لقيت شنو؟ حرام لا بس لا الدواب يقتلوه ما في حاجه شي ما هنا ما تبيع بطاطا كان ما يا حرض الله ازعه الزلمه قالوا كان قاعد له في حته والرزق ما جاو امشي فك شوف حته ثانيه قالوا فيها رزق لا لا ما تبيع بطاطا ما تبيع بطاطا ابدا صح ولا ما صح؟ هي بالحيل هي بالحيل الواطا ما تبيع ابدا ولا بهديك طيب نحلها كيف ها نحل سامح انا معاك قصة على السنه دي كلها نزرعين كلها وانت تكوني قاعده واقفه علي وتشوفي بعينك كم ما جاب شيء كم ما جاب شيء كم سوال البصل في العاصمه اللي بتقول تيجي تقعد فوق دي سوال البصل دي كم المليون اللي كان بصل دي كم عني سوال انا بلين في حاجه ب 1000 انا بلين في حاجه ها لا والله انا ناس السماذق يشيلوا حقهم يا حاشا ما بعرف ناس المحليه يشيلوا حقهم ما بعرف ناس السماذق يشيلوا حقهم لا والله انا بلين في حاجه والله والله لا انا بلين في حاجه انا حاجه ما بهدد طب ما بهدد انا ما بعرف ازاي ينسل هناي دوا يحط لي راسي اول ذي بالحيل خلاص اقول لك كلام اقول لك كلام ويحط لي راسي عندي حل ثاني عندي حل ثاني الوطن خليها انا ذا في رقبتي في ريحتي دي انا مرقنا امشي عشان زي شغله ثانيه تمي شوي انت خلي الوطن خليها في محلها والبيت خليه في محلها تطلب شوي وتطلب مالها كويس تمشي بتعيشي بهاي قاعده معاك بعيش انا هنا انت بس شوي اشوف لي شغله ثانيه شغله وين في حته عرض الله واضح نعم عرض الله واضح اللي وريني كده ماشي وين بس وريني كده نصل المدينة وبعد ذلك يا ياب المدينة يا ياب المدينة يا ياب المدينة وابع علي من المدينة المدينة ما تمت كده ما ولانا ناس وفوق شو المدينة فيها شو فيها والله ما فوق حاجة غير اللي رام الكثير الناس اللي دخلوا فيها السرقات والضرب والقتل والموت ما نعرف المدينة فيها شيء انا ما اعلم لا في خدمة لا في مخدة في المدينة كل يقول باب باب عليه وقعته هذا فكر كويس النت تلقى الغفير تلقى الكليل حاليك اللي خلينا من المدينة والله يا ملاقين والله يا أيوة مدينة والله العظيم ما تلقى فوق غفير تلقى الكليل ولا البعث لحاشا والله بينك وبينك بلدنا سمحة بلدنا سمحة مجبورين نسوي شنو والله بلدنا سمحة يا يارا زمان البلد دي كانت الزراعة صح فنحن كنا بنزرع اي هسه الزراعة ما كعبة ما كعب تب المشاريع والمويه يا اما ملك ليك الترع والكنارات ما لك يا ولدي تجي تتلطش لي في المدينه لا حاشا اقعد قبلك في بيتك هناك في ريفك ده وزع زراحتك فرض كريم الله كريم آه نعم بالخير والله ونعم بالله كريم خلاص انت اديني فرصه خلينا انا اجرب حظي لا لا وطاتي قاعده حظك والله يا ولدي قاعده زي المشو ديل وتجيني راجع تمشي وتجد راجع يا كم محمد المهدي ذاتك ما فوق عليك حاجه بقى. خلاص انا اجرب قالوا كل زول يجرب حظه ما قالوا خلاص انت تديني فرصه اني اجرب تجرب شنو ولا تخلي وطاطك ذهب تمشي تقول لي اجرب تجرب شنو خلاص انا ماشي وجاي ما داير حاجه قبل ما امشي والله ماني داير ليش الا كدي فنجان قهوه كدي بدور اشرب لي فنجان قهوه يعني القهوه اللي اشربه في البلنده ارحكه الله يكرمك 4 ملايين فدان في سنار من السمسم والعيش والمحاصيل الثانية والمطر شغال شو الشفقة شنو الشفقة شنو لاحقين السوق يعني لاحقين السوق أنا ما بعمل كذي أصلا ما بعمل كذي الاربع ملايين فدان ذال انا ما فيهم ما عندي فيهم ولا فدان هاي وبزرع والله كان فوق راس البيت ده ازرع هاي عاد اعمل شنو عاد اعمل شنو وريني اعمل شنو تزرع شنو الزراعه سوت لك شنو الزراعه خلتك زي الرجال ما يدك فاضيه بس بتعرف تشيل الجرايد ديل بتشيل شنو غير الجرايد بتجيب شنو يا يابا بتجي داخل في البيت شايل شنو ها والله ما اخليها مش الزراعة دي ما بخليها ما تخليها هاي ما بخليها ما تخليها انا ما مشيت يا اخي انا دردرت دردرة مبالغ فيها يا اخي انا قاعد لي في اسطوب يا اخي مرة يولع ومرة يطفي يا اخي انا ذاتي ما عارف ابيع لمنو يا اخي ما خليت عدة ما بعتها طيارة وحايم فوق وانا كبير بشبتي يا اخي تمشي تقول لي يا اخي ما تزرع يا اخي ما ازرع كيف يا اخي الاختراب ده الاختراب العيفون ناس ديل كلهم وبنوا يا يما البيوت السمحات بنوا العمارات يا يما وسكنوا النسوان في المكيفات مسكنني في جحورنا مسكنني في جحور
لكن في جحر. اسمع يا راجل، الحواشة دي تبيع وتشتري عقد بتاع عمل ان شاء الله بأي ثمن، وتمشي تقترب زيك وزي الرجال، وتخلينا نعيش زينا وزي النسوان. امشي وجهي زي حميدة؟ ها؟ حميدة عند له 3 شهور كشوه جا لغته مغيرة كله كله. أهلا بيك يا حميد، أهلا بيك يا حميد. وأنت باع الحواشة وخلى لهم الكار ويسترزقوا به. لما جا قال لهم وين وين الجواد؟ وين الجواد؟ وين الجواد؟ قال له الحصان ما مات. قال لهم أنك ترى بل الحصان مات؟ يعني أبقى أنا كذي زي حميدة؟ اسمع يا محمد. أها. ما تجيب لي القصص الميتة. القصص الميتة كيف؟ ما تجيب لي الناس المشوا ساكت، ديل مشوا ساكت بدون عقد بتاع عمل، تمشي أنت بعقد بتاع عمل موثق رسمي وشعبي. تمشي تشتغل. أنت تعال. تجيب القروش. وكده عرسيني أنا لا، عرسيني مهندس ولا مزارع؟ ها؟ الزراعة بقى ما فيها حاجة يا أخوي، زمان الزراعة كانت مالية مخاطر. نحمد الله لحد الآن ما جوعنا. الحمد لله مخزننا مليان بالعيش. ما بنمشي وعين شوال قمح. شالوا منك كم شوال؟ شالوا 137. فضل لك شنو يا اخوي؟ الفضل يمين بالله قراصه ما شبعنا فيه الفضل من القمح بتاعنا. معقوله يا جماعه؟ لا من ناحيه انا بجيب حصاد بجيبه، لكن يشيلوه ولا ما يشيلوه دي علمه عنده، علمه علم عند الله. خلاص يا اخوي، الزراعه دي ما دايرينها. امشي تاني. الزراعه دي ما دايرينها، دايرينك تاخذها ودايرين نمشي الخرطوم يا زول زي الناس. نمشي نقعد في الخرطوم. ايوه يعني يعني راس ملي نختته. ونم ماله؟ جيب لنا كذي. ونم ماله؟ اها 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 وانا المسكين حفيان اجارف الاسطوبات. هاك عليك الله، هاك هاك اشتري اشتري اشتري. اجدع القروش، القروش اجدع اجدع اجدع. فات بالقروش يعني اقنب لك هدي؟ اقنب لك هدي يا بنت الناس؟ داير اقول لك حاجه. قولي لي طوالي. هس يا اولادك ديل كبروا. اها. وماشيين الجامعات. امشي انا اقعدهم مع فلان ومع علان ولا اقعدهم في الداخليات الكاتلهم بالجوع؟ هي نحن نعمل لنا بيت في الخرطوم ونقري اولادنا زينا وزي الناس، وانت تمشي السعوديه وترسل لي الريالات وفك الريالات. اسكت بس. افك الريالات؟ اي وما ازرع، اخلي الزراعه كله الزراعه تطير وتطير عيشتها بلا زراعه بلا كلام فاضي. زراعه شنو عليك الله؟ هسي طيب عليك الله بنت عمي. يعني لو نحن كلنا سيبنا الزراعه دي، ثاني الناس دي بتاكل وبتشرب من وين؟ مالنا مالنا الناس؟ يعني اخترب؟ ياكلوا الرغيف في الخرطوم ده، الرغيف راقد. هاي الرغيف ده اللي بيزرعوا منه والقمح ده اللي بيجيبوا منه؟ ما بنجيبه نحن ذيل. بيجيبوه من برا، بيستوردوا المستورد يا اخويا، السيقة والبيقة والهيقة. يا حلالك انت. استوردوه؟ هاي. يا حلالك انت نايمة على حيلك. اها. استوردوه؟ اها. هو اذا ما فكروا استوردوا وين؟ ها؟ ما استوردوا، ما في استوراد ثاني. ماله ما في؟ ها؟ ماله ما في؟ ما الاستوراد ده ما بيقروش. غايته ما انا ما بعرف حاجة. في ما في انا قليل وانا تعبانة جارية وراكم وما في أي فايدة. والله ما في غيره، والله ما في غيره. البترول زاده ما عارفين زاده ما شغال. البترول ده انا دايركت بشيله في محلات. يلا كان في البترول بيجينا الاسترليني. قلت لك يا ابراهيم الدقيقه الاسترليني وبتجينا الدقيقه الفيني. اها بترول ما في. البترول ده وين انت قايله؟ اها البترول ما في السعوديه. يبقبق بق 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 بق. البترول هنا؟ والله اقول لك حاجه، البترول فيها رجمة دي بيفوق. هذا بيفوق بيفوق. ما شفته ما شفته. الزراعه دي؟ الزراعه؟ هاي. ما تجيب لك خبرة. ما تجيب لي خبرها، مكتناها مكتناها ما بدورة. الزراعة دي ما بدورة، ما تجيب لي طاري هالزراعة دي. مطري مطري عندنا طين. وريب يصير. إبراهيم. هاي. بحت الواطة دي وسافرت بحتها. ما بحتها. أنا أسوق أولادي وأوديهم الخرطوم. ألبش لك كرتونة يبيع. ألبي بيع منادي الورق. وأنا بيع الدار دمة في المدارس. وفي الجامعات، لكن في الحله دي تاني ما بقعد لك يا ابراهيم. الحله دي انا ما بقعد فيها. خلاص تاني. نتفق نخلي. والله كلامك صح، هسه انا ماشي خلاص. ايوه. انا بخارج يا اخي. ايوه. محمد. هاي. ماشي؟
يا اخوي الزراعه دي فترتها من انا. هيا نيت مطموس. يا اخي انا كل مره الحكومه طلباني ادفع من جيبي فوق كم يا اخوي. الزراعه دي زمان كانت بتدينا وتاكلنا وتشربنا وتقعدنا السنه كلها نحفر المطامير وحتى نطلع العيش. هسه بقينا ما في اي حاجه، هسه بقينا ندفع من جيبنا عشان نتمها. انا غريب يا اخي اشتغل لي شغل اتمها من جيبي. الحكومه دي اصبر لها اصبر لها اصبر لها للثاني يا اخي. اصبر لها يمكن الاكل والشراب والاكل ده بدون صبر يا اخي. بيصبر من يا اخي؟ والله تدبشت انبشت انا تمشي تقعد لك في بيت عزابه والله تشتهي النوم ده شهوة. هو امي خلتني انا بعلي حواش ولا بعلي بيت ما حلفت بدين وما انا قالت اصلا بس يقعد انكدي اصلا ما بتبيعي. قلت لك يا محمد دقيقه يا ابراهيم محمد عندي معاك كلام تعال دقيقه. كلام بتاع شنو؟ قلت لك الراجل ده غلبني الراجل ده اقلعوا لي وسوقوا معاك. انا ماشي اظبط لك الحاجه كدي اكله اسكت خليها امشي امشي اقنعوا امشي انا برضه لك تبغى امشي. اتفقت علي انت واختك؟ لا لا عين شوف اخوي شوف اخوي والله البلد دي والله الزراعه دي بقت ما بتجيب اي حاجه. انت هسه الزراعه دي جايب لك حاجه؟ انا ما العين انت هسه ربحتها بس نزعلك السنه اللي فاتت ربحتها؟ جبت العدسيه جبتها 18 شوال وينين؟ شفت ادوك لين؟ العدسيه ما ادوني لهم كلهم. العدسيه انا ما مشارك فيها مشارك فيها وفيها بس فيها ضريبه حقت هناك ضريبه مويه. ربحتها؟ ما ربحتها ما ربحت لكن طيب انت بتشتغل تمرق بحقك يعني. طيب ما كان تخلي قروشك في محله وما تزرع تكون قاعد مرتاح جابرك شنو؟ المزرعه بقى العاده يعني المعنى كده بقى ما زرعتها العاده اللي بتين احنا نخليها. والله بخرم لها عديل كده بتقريف. طيب انا اديك فكره انا اديك فكره هاي انت خلي اولاد عمك ما شاء الله كثيرين اجر لهم الحواشه وال لا 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 دي خيبه انا قاعد اجر لاولاد عمك. لا لا انت ما قاعد نحن ما نعمل تيستا نحن نجرب تيستا. وين تيستا دي؟ يعني معناها انا وانت نمرق من البلد دي نمشي المدينه ناخذ لنا سنه نجرب حظنا. عملتها والله نجرب حظه. عملتها والله بعت قصب سكر بعت قصب سكر شلته في راسي ده لحد ما انصلح. انت ما مشيت براك لكن ما انت ما مشيت براك. انا عندي ناس هناك اخوي عندنا ناس شغالين في السوق ناس الزمن ده. عندنا ناس شغالين في السوق وانا معي قروش. والله انا الناس اللي عندي قدر سبيب شعرك ده. طيب ما خلاص الحكايه لكن بالزاوة. لا لا انا ناس ماشي بيت معاك يقول لك والله العظيم هاي نحن ما من بيت مع زول نحن مناجر لنا بيت برا. انا ما محتاجين اجروا بشناس ما محتاجين اجروا بشناس. انا عندي قروش انت مالك. انا عندي ما قلت عسي امك حماتك تبيع اي حاجه يا اخي. ما عندي قروش ثاني غير الوطا. وليه التلت ما نزرع هنا قبلنا يا اخي؟ ما زرع ما جابت. نجرب حظنا في حاجه ثانيه. نجرب حظنا في حاجه ثانيه يا اخي. انا خليني يا اخوانا الزراعه دي بتجيب اخوانا. اتكلم النصيحه هي المصدر الاساسي للشعب السوداني كله. ونحن والله بترولنا زي ما العالم عندها بترول نحن عندنا بترولنا الزراعه. نيلنا من شماله لجنوبه كله بترول. وارضينا نحن ذهب. والله الحمد لله اولاد مزارعيه والان زارعين. وبنجي الخرطوم عشان نطلع مصاريفنا ونرجع لحصادنا. والمصاريف هناك ما في يعني والله ذاك كمان يشيل مصاريفه معاه. جاي شغل هنا. والله بنجي نشتغل. وهسي الان انا قاعد اشتغل في السوق. اذا انت بتشتغل هنا معناها انت الزراعه ما ادتك. لا بالعكس الزراعه ادتنا. كيف طيب؟ لكن زول البحر ما بيابى زياده. انا مزارع وقد اكون اقدم مزارع في السودان. نعم. يعني مش زراعه بالطريقه بتاعت مزارعين دي. نعم. انا من الناس اللي شاركوا فتح الزراعه الاليه في السودان. نعم. من سمسم اقد المقينس هبيله لين ارتيتي. نعم. الزراعه المطريه. نعم. والزراعه المرويه. نعم. الليله الكارثه هي مش في ديل ازرعوا ولا ديل جو خرطوم. نعم. الكارثه في المدخلات الزراعيه. نعم. انا اخر تراكتر اشتريته سنه 94 ب 300,000. نعم. الليله التراكتر ب 200 مليون جنيه. نعم. المدخلات الزراعيه بكل انواع كارثه. نعم. ولو مشيت كل سجون السودان بتلقى 90% من المزارعين في السجون. خلاص يبقى ما في زراعه. وعرفنا كلام المراه اصدق من كلام الرجل قبيل. نعم. ما في زراعه. هو اعترف انه جاب 45 شوال وادوه 8 شوالات. نعم. ده على المروي. المطر اذا الفدان جاب 10 شوالات. نعم. انت بتطلع مطلوب 14 شوال. نعم. من البنك الزراعي. نعم. يبقى ما في زراعه وزراعه انهارت. انا من الناس سلموا الزراعه للشركه العربيه للاستثمار. نعم. 200,000 فدان نظيفه تزرع 20,000. الشركه العربيه للاستثمار. نعم. بتزرع 20,000. نعم. ما بالك المواطن السوداني يزرع شنو؟ فيها 18 دوله عربيه تزرع 20,000 و30,000 فدان. يبقى ما في زراعه ونحن ما نغش نفسنا. واصدق دليل على ذلك شوال القمح بكم، شوال البصل بكم، شوال العيش بكم.
يبقى كلام نحن لما نتكلم مدخلات مش ارض. يقول عندنا الواطة عندنا المويه كلام اي شيء بيتوقف على الامكانيات. والله الزراعه دي انا بقول ما في ما بنفضلها باي حاجه، لكن هالشيء دار امكانيات ما متوفر لها حاجه، ما متوفر لها حاجه. الناس يعني لو متقيف صح كده يعني احنا والله الزراعه دي لو وقفنا فيها ارضنا دي وقفنا فيها تكفينا تكفي خيرنا مش احنا. انتوا طرقتوا موضوع يمكن يكون اهم واخطر موضوع بهم اي انسان في العالم وهو الزراعه. لو ما الزراعه لما كانت الحياه. احنا ربنا حبانا بارض خضر شاسعه ممتده وحبانا بنيل عظيم يفترض انه نكون من اغنى الدول في العالم. ويعني احنا كنا فعلا عندنا اكبر المشاريع. انا من ابناء والان المشروع والله عندنا حواشات هسه بقت اطلال كويس. اصبح كلهم اولاد امامنا كلهم جو نتيجه للاهمال من الجهات المختصه بالزراعه. يفترض انه كل الدوله تقوم بواجباتها نحو الانتاج وده احنا بدون انتاج وده خلى الدولار ينزل وخلى البلد تغلى لانه احنا ما بنلتفت للانتاج. واهم حاجه ربنا ادانا لها هي الاهتمام بالزراعه. ولو اهتمينا بالزراعه والله هي حيترخص والرخاء يعوم والدولار ينزل ويكون عندنا منتجات نقديه. احنا كنا اهم دوله بتنتج الصمغ العربي، اهم دوله بتنتج القطن، احنا عندنا قطن طويله الطيله معروف في العالم كله، وعندنا يعني وبناء على الزراعه كانت عندنا اكبر ثروه حيوانيه في في في, في العالم كويس. وده كله هسه انتهى لانه الاهتمام اصبح معدوم بالزراعه وبالمزارع. عشان كده المواطن المسكين ده كونه يجي عشان يزعى ورزقه ورقمه عيشه لو لقى كان فايده في انه يزرع ما كان خلى الزراعه بكل بساطه. يعني ان احنا مزارعين اولاد مزارعين. نعم. الجزيره انتهى تعرفوه كلكم. نعم. فيه مصانع فيه محالج يعني ما تصدقها كلها انتهت. السكه حديد يقلعوها ها سكه حديد تبني كده بنيه تحتيه بركات نواه كلها كل القنافر كل عندك الحصحيصه عندك من هو ده بركات مصانع ومحالج وكل الجزيره تبقى فكيف خلاص جون في طابت قالوا والان يخرج من جزيرة من الانعاش ومن ديك نزل للاخر خلاص معك وين وين الجزيره كله وينه وين تورتيله وين ها وين الاقطان اللي كانت 10 في مخازن في السودان وين مشت ها هسه دي ولا حاجه بقينا نحن قاعدين جينا هنا عشان نعيش